طيب عمري 31 سنة، تخصصي إدارة مالية، متخصص في البورتفوليو مانجمنت اللي هي إدارة المحافظ، والآن مسماي الوظيفي وأشتغل في شركة الصافي دنون، والمسمى الوظيفي حقي محاسب موردين ومدفوعات. شركة الصافي دنون هي من الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لتطوير منتجات الألبان، وهي أيضا من الشركات الرائدة تطوير الموظفين والمنظومة. ننظر للموظفين من موضوع واحد شمولي بغض النظر عن الاختلافات والثقافات، لذلك تسعى الشركة للاستثمار في الكيان البشري من خلال استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، متبنية مفهوم أن العمل حق الجميع. بصراحة كنت متخوف، هل الشخص قادر أنه يعني يقوم بمهام العمل، مسؤوليات العمل، يقدر يتابع مع الأقسام الثانية، يتابع مع الموردين؟ كنت أدور على وظيفة من أول ما تخرجت، لكن سمعت عن معرض وظيفتي أمان، شفت البوث حق صندوق الموارد البشرية وقدمت عليهم وعطيته كل شهاداتي، كل خبرتي وكل تقارير طبية، وهم تواصلوا معي عن طريق الأخ بندر الرشيد الله يعطيه العافية ما قصر، وهو اللي ساعدني إنه أحصل أو I found الوظيفة هذه هنا في الصافي دنون. علاقتنا بدأت مع برنامج التوافق من خلال معرض وظيفة يمان الذي قيمة منتصف عام 2014 في الرياض، وبحضورنا لورشة العمل خاصة بتوعية أصحاب العمل لتوظيف أشخاص ذوي الإعاقة، تحول المنظور لدينا من مسؤولية اجتماعية إلى إيمان وقناعة بقدرات ومؤهلة الأشخاص ذوي الإعاقة. بما يخص أدوات تيسيرية، عملت الشركة لتهيئة وتطويع بعض مرافقها بما يتناسب مع احتياجات موظفينا مثل مرونة ساعات العمل وغيرها. الحمد لله أنا في الصافي دنون كنت محتاج أنه في أيام معينة أطلع بدري بحكم العلاج حقي، وهذا وفره لي. بالنسبة لوليد، حالته الصحية بتضطر في بعض الأحيان أنه يطلع من المكتب مثلاً في يوم بعد يوم في وقت مبكر تجد تلقي العلاج، فبيعوض هذا الخروج المبكر أنه بيجي أيام الإجازات في الويكند بيشتغل بدون ما أن يطلب منه ذلك. ما توظفت كنت أتوقع أني الإنسان الفاهم في الفاينانس وفي الاكاونتينج وفي البورتفوليو وفي everything I studied، يعني درستها وتخرجت خلاص، بس يوم في التطبيق في العمل خلال الست أشهر الأولى هذه اكتشفت أنه في أشياء كثير تفرق بين العمل والواقع، وإضافة إلى ذلك تطبيق البرامج والإنتربرايز ريسورس بلانينج اللي هي الERP اللي نستخدمه، هذا أشياء ما كانت ولن تكون متاحة لأي شخص إلا حين تطبيقه وحين العمل. طبعاً بالنسبة للمخاوف اللي كانت موجودة من أول يوم تقريباً بدأت تتبدد هذه المخاوف، لأنه شخص مؤهل وشخص يعني واضح عنده الإصرار والعزيمة على إنه يثبت نفسه وإنه ويشتغل ويتقبل كل ما يطلب منه. يعني في حاجات استفدناها منه فعلاً خلال الفترة الماضية. بالنسبة لي العمل لازم كل شخص يعمل، سواء فتاة رجال، مهما فيك من مرض، إعاقة، أي شيء، في عمل، في شيء ممكن تسويه، عشان كذا أنا أحاول أكون حريص وما تفرق معي.
مريض مو مريض معاق هذه الأشياء ما هي في الفوكابلري عندي، ما هي عندي أنا في القاموس العلمي. مهما كان لازم الواحد يبدأ ويحاول يصقل مهاراته على قولته. طبعا ما نخفي عن الاستقلال المادي، الواحد يكون يعتمد على نفسه. أوكي أنا ما هو أكبر همي إنه أستلم راتب عالي، لأني فرقت حتى وظائف كان يعطوني راتب أعلى من الوظيفة اللي أنا فيها الآن، لكن ما هي في تخصصي، ما هو في مجالي. فبكل صراحة تركتهم وأبغى أشتغل في تخصصي لأني أبغى أنمي مهاراتي. وبمجرد أني حصلت على شركة توظفني في التخصص وفي القسم أو الدراسة حق اللي درستها في الجامعة، بكل صراحة أفضلها. نصيحتي لكل الشباب اللي الآن ممكن يدورون على وظائف، الحرص على عدم الانعزال، وأنه يقبل يخلي كل البوسيبلتيز مفتوحة، كل الإمكانيات ممكنة، لا تكفل أي باب، لا أعملوا بالأسباب. ياخذ شهادة، ياخذ دورة، ياخذ إنجليزي، كمبيوتر، ما أدري، تعتمد على كل واحد تخصصه وميوله. لكن مهما كان الستارت والبداية تكون من الشخص نفسه. إن شاء الله خلال 6 شهور القادمة أنه أستمر على نفس الموال اللي أنا ماشي عليه 6 شهور اللي راحت، وأحاول أنه أتقدم وأتعلم أشياء زيادة. بالإضافة إلى ذلك بكل صراحة أنا أفكر أنه أكمل يا ماستر، يا أما أني أخذ سيرتيفيكت في اللي هي SAP، نفس الريسورس بلانينج اللي حين نستخدمه الآن في الشركة. أبتدي في الشكر الأخ بندر الرشيد في صندوق الموارد البشرية، ما قصر معي الله يعطيه العافية، والأخوان هنا في الصافي في الـ HR خصوصا هم اللي ابتدوا معي، الأخ محمد الغامدي والأخ عبد العزيز الحارثي الله يعطيهم العافية ما قصروا معي، عبد الله جبر الموارد الله يعطيه العافية، تعبته I know myself وأعرف نفسي، تعبته أسأله على كل ديتيل أزعجته صراحة، وهو ما قصر الله يعطيه العافية، يمد يد المساعدة في أي شيء أبغى أسأل فيه. يعني ما شاء الله الصافي مليانة اللي ودهم بس يقدموا المساعدة، يساعدونك إنك تنتج، إنك تأدي عملك. هذا اللي كنت مفتقرة صراحة في أي مكان ثاني. أغلب التحديات اللي واجهتني أنا تكون على شكل أمراض، وأغلبها يكون أمراض الأعصاب. فأول مرض جاني وأنا عمري يمكن 9 سنوات كان حمى شوكية، وتنومت في المستشفى يمكن تقريبا شهر، وبعدين طلعت ورجع الوضع طبيعي الحمد لله إلين عمري 16 وأنا في المتوسط. يمكن جاني مرض اسمه متلازمة جليان باري، وسبب لي تنومت في المستشفى يمكن حوالي 4 شهور، أول شهر منها ما أتذكره. وبعدين كنت جاني شلل نصفي من الويست، من النص الأسفل كله شل على الكرسي، على ما أقدر أتحرك، ما أقدر أمشي. ابتدأ في البداية تنميل وما تنميل وتوازن شوي 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 إلي ما وصل مرحلة الشلل. قعدت يمكن إلى 3 شهور في المستشفى في العناية المركزة، وبين يسووا لي غسيل دم ويسووا لي تأهيل وعلاج طبيعي، والحمد لله تدريجيا رجع الوضع 95% كما كان، واستمريت حياتي من دون أي أدوية، بدون أي علاجات، إلى ما تخرجت من 3 ثانوي. قبلت أول ما تخرجت ثم قدمت على جامعة الملك فهد للبترول المعادن في الشرقية، والحمد لله تم قبولي. ورحت هناك الترم الأول، السمستر الأول جاني المرض اللي فيني الآن اللي هو المتعارف دوليا بالMS الاختصار، اللي هو Multiple Sclerosis، اللي هو التصلب اللويحي المتعدد. هذا مرض يصيب، طبعا ما هو معروف لا سببه ولا هو ولا يوجد له علاج، بس الأدوية اللي تاخذها أشياء تخفف الهجمة. يصير إذا جتك أتاك ثانية بدل ما تتنوم في المستشفى لمدة شهر شهرين ممكن تكون أسبوعين، وإن شاء الله يرجع الوضع طبيعي. فأصابني هذا الMS Multiple Sclerosis وأنا في البترول، ما سبب لي إعاقة، ما أقدر أكمل دراستي في الشرقية،
لازم ارجع للرياض لان مراجعاتي كلها في مدينه الامير سلطان القطبيه في اللي هو مستشفى القوات المسلحه العسكري. كل مراجعاتي وعلاجاتي والاطباء اللي راجع معهم كلهم في العسكري في الرياض. فاضطريت اني احول من البترول الى جامعه الامير سلطان الاهليه، والحمد لله ضمني منحه من الامير سلطان، وهي اللي ساعدتني اني اتم دراستي في جامعة الأمير سلطان. تخرجت منها الحمد لله بشهادة فاينانس وسيرتيفيكت في بورتفوليو مانجمنت.